طب خلينا احط نقطه نظام هنا، لان دي نقطه مهمه للساده المشاهدين. طب. ان القوات المسلحه الوقت لما بتدخل في كل القطاعات المدنيه ل يعني رفع الوعي صحيح ورفع الوعي بمقتضيات الامن القومي وبالمخاطر اللي بتهدد الامن القومي، هي واعيه هنا القوات المسلحه انه الحرب القطاع المدني مستهدف بيها. ايوه، واذا سقط هذا القطاع المدني الدوله بتسقط حتى لو القوات المسلحه قويه. يعني اقصد هنا هذا التداخل، تداخل لدعم الامن القومي مقصود. هذا التداخل مقصود بعد 30/6. كان حتى انا فاكر وسات رئيس لسه بترشح قال لك الأكاديمية وتاخد بعض المدنيين ويدرسوا مدرسات مسائية بالليل. إيه اللي بيحصل بصورة علمية؟ العلم هو اللي بيفهم. القوات المسلحة بتعمل حاجتين، منظومة وعي متكاملة في كل قطاعات الدولة. النقطة الثانية، لما بتلاقي جزء هينهار في القطاع المدني، في اقتصاد، في جزئية هتنهار، في جزئية هتتأثر، بتخش بسرعة تعمل على عدم انهيارها وترفعها. لأن هو الاستهداف للقطاع المدني واستهداف مجتمعي واستهداف اقتصادي واستهداف سياسي او ثقافي وثقافي باخلاقيات معينه مثلا احنا مش مبتدئين عليها، وبتغير باستمرار، بتحاول تغير منظومه القيم للأسوأ. صحيح. فدي نقط مهمه جدا، مهمه انها بتتم بصوره بطيئه جدا، هي دي المشكله الرئيسيه. البطء الشديد بتاخد عقود بالظبط. بالبطء الشديد جدا اللي لا يستطيع حد يدرسه الا اذا كان دارس. يدركه الا اذا كان دارس. يفهمه الا اذا كان دارس. اذا كان دارس. يعني انا نموذج حسفتي ده بقوله دايما، 1945 1990 46 سنه. تقدر حضرتك تقول ان جيل النهار عنده الاتحاد السوفيتي في 1990 مش هو الجيل اللي بدا معايا. صحيح. اذا انا عايز منظومه وعي مستمره علميه تناسب كل المستويات المجتمع. وهم مش كلهم برضو مثقفين، انا لازم اراعي هذه الجزئيه وكلهم اهلنا. يعني النقطه دي مهمه جدا، ففي صعوبه الدول انها تعملها، لكن القوات المسلحه دخلت على طول. ويحسب والله للقطاعات المدنيه في الدوله انها ساعدت، ويحسب للاعلام انه برضو ساعد. لكن دايما انا بقول خلي الاسلوب العلمي هو الاساس، لان ده اللي بيوعي وعي مستديم. اذا اردت ان يكون الوعي مستديما يجب ان يكون علميا.